بعد معاناة طويلة مع المرض، بادر متطوعون من ولاية المدية إلى تنظيم حملات تبرعات للشاب أمين بوهالي الذي يعاني من تضخم كبير على مستوى رجله اليمنى، ما جعله عاجزا عن المشي والحركة. يخرب هذا قاعد جميع واحد ساعدني، وشكر الجمعيات هذوما اللي عاونوا لي، وشكر قناة بلا تانيك ما عاونتني. وكمل معاناة 24 سنة. يا جماعة عندكم أجر كبير، راني نقول بارطاجيو لو سمحتم، راه هي أجر وحسنات اللي تديوهم ما يعلم بهم غير ربي سبحانه. حملات مساعدة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. النائب البرلماني سمير شعبنا من جهته زار منزل أمين لنداء الجالية الجزائرية في الخارج والمساعدة في الإجراءات القانونية لنقل أمين للعلاج، خاصة مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. لازم له طائرة خاصة طبية لجهة من الخارج، من المستحيلات السبع باش يطلع أمين في طائرة تجارية عادية. اليوم كذلك مدينا برقية استلمها السيد الوزير الداخلية في البرلمان، لأنه كانت عندنا أسئلة شفوية في البرلمان وكان سيد الوزير الداخلية، فنتمنى فقط أن الرخصة تسلم لأمين في أسرع وقت. احنا يا نعرف جاليتنا كانت عندها خصال، كانت عندها خبرة وتجربة في مد يد المساعدة. 24 سنة هو في عمره، يحب يقول من سبيطار لسبيطار، هذا وين يجينا للأمل تاعك. وقالوا لنا واش توجدونا، وجدنا الوثائق تاعنا، البيلون تاع الدوسي ميديكال تاعو، وبعثنا هنا. قال لك يعني فيه امل. كان صغير وانا نجوز معاه، حياتنا جوزنا في السبيطار تاعنا وياه، واليوم شوف وين الحق. بس هو يشغل يتعذب، واحنا ما احنا نتعذبوا معاه. 50,000 يورو هو المبلغ الإجمالي لإجراء عملية جراحية لأمين في ألمانيا، على أمل توفير مبلغ علاج أمين الذي يحلم باسترجاع قدرته على المشي والحركة. فهل سيتحقق حلمه؟